اخبار النادي الاهلي. احنا عارفين النادي الاهلي سافر معسكر في اسبانيا، واكيد بيستعد بكل قوه للفتره الجايه، بطوله الدوري واستكمالها، وايضا بطوله او الموسم الجديد بشكل عام وبطولاته المختلفه. والنادي الاهلي بيستعد بكل قوه لهذا الموسم. الفريق سافر خلاص لاسبانيا النهارده، تاني يوم ليه هناك، بيستعدوا بمنتهى القوه ومنتهى الجديه. دي لقطات طبعا حصريه عندنا بس في قناه النادي الاهلي لمعسكر الفريق هناك في اسبانيا في مدينه الكانتي الاسبانيه، ودي مدينه بالمناسبه ساحليه على البحر المتوسط. الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي قرر ان الفريق يخوض المران على فترتين النهارده، فتره الصبح وفتره بالليل. المران الصباحي كان في تمام الساعه 9:30 صباحا، والمران المسائي في تمام الساعه 6:30 مساء، يعني هيبتدي كمان دقائق قليله. وطبقا طبعا للبرنامج التدريبي اللي وضعه مستر مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي. وبالمناسبه مقر الاقامه يعني بالنسبه للنادي الاهلي هناك قريب قوي قوي من ملاعب التدريب، وده نتاج عن ايه؟ نتاج عن نظام النادي الاهلي اللي كان ازاي، مش بنقول كلامه وخلاص، اللي كان بيتمثل في سفر الكابتن سيد عبد الحفيظ وامير توفيق هناك لاسبانيا عشان يطمنوا على كل الامور الخاصه بالمعسكر، اللي هي بتتمثل في مقر الاقامه وملعب التدريب، المسافه قد ايه؟ هجهد لعيبتي ولا لا؟ هتعبهم ولا لا؟ عايز اريحهم، عايز يعملوا معسكر كويس، عشان كده سافروا قبل المعسكر باسبوعين ولا 10 ايام، ظبطوا الدنيا تمام المسؤولين في النادي الاهلي، وبعد كده رجعوا وخدوا الفرقه ايه وسافروا. هو ده النظام الصح، هي دي المؤسسه اللي بتشتغل صح، هي دي تمام. فبالتالي المسافه ما بين ملعب التدريب اللي حضراتكم شايفينه على الشاشه ده ومقر الاقامه بالظبط 5 دقائق، بالظبط 5 دقائق. فمفيش اي اجهاد بالنسبه للاعبين، مفيش اي امور بتعيقهم عن ان هم يعملوا تدريبات مناسبه جدا، ان هم يتعبوا الفتره دي عشان ان شاء الله يبقوا واقفين على رجليهم في الموسم الجديد وما تبقى من الموسم القديم. فبالتالي في برنامج تدريبي وضعه مستر لاسارتي والكل ماشي عليه خلال المرحله الحاليه. أليخاندرو كمان مدرب الاحمال بيرفع الحمل البدني للاعبي الاهلي، وده من خلال طبعا التدريبات سواء النهارده الصبح او النهارده بالليل، وكمان امبارح بالليل كان في تدريب خفيف كده. ده نجم كبير ده اللي في الصوره ده، غريبه قوي ما كانش يبقى في المنتخب، المهم يعني. فبالتالي التدريبات قويه جدا، فيها رفع شويه للحمل البدني للاعبي المنتخب على هامش المعسكر، وده عشان الفريق ان شاء الله بيستعد كمان لمباراه وديه بكره ان شاء الله. مباراه هتبقى مهمه جدا، مهمه عشان هي مباراه تستعد من خلالها للموسم الجديد من خلال مواجهه فريق سوكر سمارت في اولى وديات النادي الاهلي في معسكر اسبانيا. واحنا عارفين النادي الاهلي كان لعب وديه هنا في القاهره قبل ما يسافر كمان، فبالتالي استعداد كله على قدم وساق بالنسبه للنادي الاهلي. بكره مش هتبقى الوديه الوحيده، في وديه اخرى كمان هتكون يوم 11 ويوم 15. بالمناسبه الوديه كانت المفروض النهارده، لكن تم تعديل الموعد وبقت بكره ان شاء الله الوديه الاولى بالنسبه للنادي الاهلي في تمام الساعه 6:30 مساء. كابتن سيد عبد الحفيظ قال ايه كمان من خلال تصريحاته؟ قال ان اليو ديانج نجم الاهلي الجديد ولاعب الوسط الجديد في صفوف الفريق مش هيقدر يلحق ببعثه النادي الاهلي في اسبانيا بسبب الاجراءات وكل ما يتعلق بهذه الامور، فبالتالي مش هيكون متواجد مع معسكر الفريق في اسبانيا، وهينتظر النادي الاهلي حتى موعد عودته ان شاء الله للقاهره عشان ينضم للتدريبات بشكل رسمي وطبيعي مع المجموعه ان شاء الله باذن الله. لكن في مقابل جيرالدو لاعب النادي الاهلي الانجولي خلاص هيسافر يوم الاربعاء، هيكون متواجد مع الفريق ان شاء الله هناك في اسبانيا. كابتن محمد يوسف كمان اتكلم وقال ان اجواء معسكر اسبانيا مثاليه وخطوه لحصد بطوله الدوري، وده كلام مهم جدا جدا من الكابتن محمد يوسف، وشايف ان هو المعسكر فيه كل الامكانيات المميزه بالنسبه للمعسكر اعداد لاي فريق، وبالتحديد فيما يتعلق بالنادي الاهلي، وان المعسكر ده هيستمر اليوم 16 يوليو الجاري. وقال ان اكثر المعسكر اكثر مثاليه ومناسب جدا بالنسبه للفريق، حتى كمان من ناحيه الطقس، قال ان الطقس جيد جدا جدا جدا، وكمان من ناحيه الهدوء الشديد اللي حوالين مقر اقامه النادي الاهلي وملاعب التدريبات. وهي اوروبا كده فيها اماكن كويسه قوي تنفصل فيها عن العالم، يعني تقدر تتمرن وما يبقاش في اي ضوضاء حواليك او اي شيء يعطلك عن التدريبات يعني. فالامور هناك ماشيه بشكل كويس، نتمنى لحد النهايه باذن الله النادي الاهلي يقدر يكمل المعسكر بشكل مميز، وان شاء الله يكون موفق في هذه المرحله استعدادا لما هو قادم من مباريات مختلفه.
تدريبات تأهيلية لمحمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم لاعب فريق الشباب بالنادي الأهلي اللي تم تصعيده للتدريب مع الفريق الأول، أدى تدريبات تأهيل بدني على هامش مران الفريق، وده ليه؟ لأن هو كان عنده آلام في منشأ العضلة الخلفية، فبالتالي هيكون عنده بعض التدريبات التأهيلية والعلاجية اللي بدورها إن شاء الله تخليه لائق للمشاركة في التدريبات. وبالمناسبة عندنا عناصر مميزة جدا 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 من الشباب في النادي الأهلي، والكابتن مستر لاسارتي هو بيبص عليهم بشكل كويس، والجهاز الفني، وأصر إن هو يصطحبهم معاه في معسكر إسبانيا عشان يقدر يحكم عليهم بشكل كبير. لكن بالمناسبة هو مقتنع ببعض العناصر من شباب النادي الأهلي. أحمد الشيخ بيشارك في تدريبات فريق الكرة بشكل طبيعي. أحمد الشيخ الفترة اللي فاتت، الأسبوع اللي فات بالتحديد، كان عنده ألام في الكاحل، لكن خلاص اللاعب شفي تماما من هذه الألام، وشارك النهاردة الصبح في التدريبات بشكل طبيعي وبشكل جماعي، وهيكون مشارك كمان في مران المسائي اللي هينطلق بعد دقائق قليلة من دلوقتي، 3-4 دقائق وينطلق المران المسائي بالنسبة للنادي الأهلي. فيما يتعلق بمؤمن زكريا وحسين السيد، عندهم تدريبات بدنية خاصة، وخصوصا أن مؤمن عنده ألام في الركبة، وحسين السيد بيتم تأهيله عشان يشارك في التدريبات الجماعية بشكل جيد بعد انتهاء إعارته لنادي الاتفاق السعودي، وبرضو أكيد مرحلة مهمة جدا جدا بالنسبة لكل اللاعبين خلال الفترة الحالية. هنحاول أن احنا إن شاء الله بإذن الله نتواصل مع حد هناك عشان يقولوا لنا كل الأخبار وكل الجديد الخاص بمعسكر النادي الأهلي في إسبانيا، ونتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية.